ديال التعويض المفكك، العمليات مسطرة في برنامج العمل ديال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة الدار البيضاء 16 برسم السنة المالية 2020، هي تتندرج في إطار البرنامج الوطني للتعويض المفكك اللي ابتدأ سنة 2014. بطبيعة الحال الأكاديمية حاولت تخصص واحد الاعتماد مهم جدا، وهو كيتجاوز 104 مليون ديال الدرهم من أجل تعويض 540 حجرة من المفكك. وهذا الرقم هذا راه لا شفنا ليفوليسيون التطور ديال الميزانية ديال الأكاديمية، كنلقاو بأنه في التصاعد. يعني 2017 كنا في 300 وحدة ديال المفكك، 2018 كان الهدف اللي حددناه هو 477 حجرة من المفكك، 2020 كنهضروا على 500، نتكلم عن 540 حجرة من المفكك. إذن هاد البرنامج بطبيعة الحال كيستهدف الحجرات المفككة المتهالكة في المقام الأول، علما أنه الحجرات التي تحتوي على الحرير الصخري والتي ممكن أن تكون مؤدية للتلاميذ أطور التعليمية تم القضاء عليها نهائيا بجهة الدار البيضاء 16، لأن حظات بالأولوية في التنزيل ديال العمليات التي كتكون مبرمجة في برنامج العمل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.